المشكل كما كتعرفوا الناس اللي وقع لهم مشكل في 20 غش، اول حاجه كنشكروا الصحافه اللي وصلت الصوت ديال الصوت ديالهم لاقصى اقصى مدى. المشكل ديالهم راه ولا معروف دابا، غير الاشكال اللي وصلنا ليه دابا الناس راه منهم الوالده ديالي مده 22 يوم ومنعزين السبيطار. خرجوا شي ثلاثه الناس عندهم حالات استعجاليه، علاش هذوك الناس ما عندهمش اللي قابلهم؟ خرجوا وقالوا للسبيطار بان راه نبقاو متبعين معاكم. السبيطار خرج بواحد التقرير بان هذوك الناس اللي خرجوا كيشوفوا هادشي ما كاينش، راه خير ودالي راه الوالده ديالي وباقيين مع شي 11 ديال الناس ولا 12 ما كيشوفوش بتاتا. خرجوا ببلاغ بان ذوك الناس كيشوفوا، حنا كنكذبوا هذا البلاغ. الوالده ديالي هي باقا في السبيطار ما كيشوفهم والو. دابا حنا كنشكروا الصحافه اللي وصلت الصوت ديالنا، وكنشكروا النيابه العامه على راسها وكيل الملك لدى محكمه استئناف والفرقه الوطنيه ديالو اللي دخلوا على الخط وجاوا بحثوا مع الضحايا. حنا راه ما بغينا والو، بغينا نعرفوا هاد الامور فين وصلت. المصدر ديال الحقنه هو مستشفى سميتو الصيدليه 21 غش، كل مره كياخذوا هاد الحقنه. داك الشيء راه روتيني، حقنه راه مده كاين اللي مده 3 سنين كاين اللي 4 سنين، هي غالي ديري شي 3000 درهم وشويه. كيتشاركوا في هذوك الناس اللي كيجيو 14 15 200 درهم 220 درهم كيتشاركوا فيها كيدقوها، هذاك الشيء روتيني ديما كيتشاركوا فيها. يعني انتم حددتوا المشكل انه في المستشفى ماشي من المصدر ديال الحقنه، يعني الحقنه كانت جايه لا مصدر الحقنه راه شريناها باوردونونس خارجه من المستشفى كتباع. هذاك ماشي هو ماشي برا، هو محلول كيتباع بالثلج ديالو كيدخل كيدق في البلوك ديما كيدقوه، ما عمرو وقع عليهم شي مشكل حتى ذاك النهار. دابا حنا خلاصه الاول كنطالبوا دابا السبيطار بغاو يخرجوا الناس. حنا راه الناس ديالنا تكرفصوا منهم الوالده ديالي وتكرفصنا معاهم حتى حنا اللي كل نهار خلينا خدامينا وخلينا كل شيء. انا خشي راه يومين كتجي عندها مخليه ولادها وسامعه في كل شيء، كتقابل الوالده خصها تجيب لها ما تاكل، الوالده فيها السكر، هذاك الشيء اللي كيجي ديال السبيطار ما عندهاش الحق تاكلو، كيجيبوا لها بطاطا مثلا ولا شي حاجه ما عندهاش الحق تاكلها، كتجيب لها داك الشيء اللي خصها تاكل حيت فيها السكر، عندها ريجيم ديالها خاص بها، كتجي عندها كل نهار من الصباح حتى الليل عاده باش الدراري كل نهار كيجي عندها. دابا حنا خلاصه الاول هادو بغاو يخرجوهم، حنا ماذا بينا يخرجوا، ولكن خصنا تقرير طبي. هذا راه سبيطار وجامعي وعنده اداره وصيه وعنده وزاره وصيه وعنده مندوب جهوي، كنطالبوا غير بتقرير طبي فين وصلت الحاله ديالهم من نهار دخلوا من نهار دقوا الحقنه حتى النهار اللي خرجوا فيه. وديك الساعه ما عندناش مشكل غنشدوهم وغنخرجوهم، ولكن باش نخرجوهم بوعود شفهيه راه ما نخرجوهمش. لا ما كاين لا خلاص لا والو في الساعه، الوالده اصلا كانت كتعالج بالراميد ودابا دازت لهذا الامو اللي كاين دابا. لا ما تواصلوش معنا، دخلوا تواصلوا مع المرضى شخصيا، كل واحد داروا معاه ساعه نص ساعه كيحروا معاه كما دارت الشرطه الوطنيه تابعه للوكيل المالي. دابا حنا راه كنطالبوا غير بمحضر طبي ديال الحاله ديال هاد الناس، وديك الساعه نخرجوهم ما كرهناش نخرجوهم من الساعه. شراو واحد الحقنه شراوها من الفارماسيان جابوها بالواقع ديالها بالثلجها بكل شيء ليها، ملي دخلوها الله اعلم اشنو وقع. العلم لله حنا ما كنتهموا لا طبيب ولا هادي ولا هادي، داكشي ديال السبيطار منهم ليه، هما يديروا الاجراءات القانونيه ديالهم يدبروا راسهم. ولهذا انا المرأة ديالي دابا تشاف ما بقاتش كتشوف بواحد العين، دخلت مثلا دخلت في 4 تخرج تشوف في 4، دخلت ب 6 تخرج ب 6، اما تخرج ما كتشوف والو لا ما يمكنش. دوك الخمسه هي من هذوك الخمسه اللي قالوا لهم سيروا خرجوا بحالكم، ضغطوا عليهم وخرجوهم. ملي خرجوهم قالوا حقوا الحال وشافوا، هما ما تشافوش اكذبوا عليهم. ما حتى واحد ما كيشوف ما من هذوك الخمسه ما كت ما والو ما كتشوفش ما كتشوفش بها لحد الان ما كتشوفش بها. دابا داروا لها واحد العمليه وديك العمليه ما خرجتش بنجاح، خرجت بجلاله تغطات لها العين. شنو كاين تما كاين ما نعرف. لا شراوها من الفرماسيان وجابوها دخلوها، ملي دخلوها لداخل الله اعلم اشنو وقع، الله اعلم العلم لله لا يعلم عن الغيب والشهادة الا الله. لا جابوها في الثلج، الناس متطوعين مشاو شراوها وجابوها بثلجها وعطوها لهم بثلجها، ولكن اللي عمر اشنو شكون الفاعل الله اعلم العلم لله. كيف كلكم كتعرفوا بان هاد الناس دابيتود كيجيو اون فوا باغ موا كيديروا هاد الحقنه، كيشريوا هاد المحلول من الصيدليه، كيديروا كوتيزاسيون لان الله يكون في العون هاد الناس راهم كيف كيعرفوا الكل، يعني ناس ما عندهمش الامكانيه الماديه باش غادي يمشي يشري كل واحد المحلول ديالو. اذا انا السيد اللي هذا اللي من العائله ديالنا صافي لا ثوازيام فوا هو كيدير هذا المحلول، كيجي كيضرب هذه الابره. كاينين لانني نتواصل مع هاد الناس وتنشوفهم، هاد الناس اللي كاينين في المستشفى
كاين اللي عنده 17 مره هو كيدير هذه الحقنه، كاين اللي عنده 13 مره، كل واحد على حسب. ولكن ما عمره ما كان هذا المشكل اللي وقع دابا حتى لهذه المره. دونك هاد الناس كيف كتعرفوا كاملين من بعد الحقنه يعني باتوا ديك الليله العيون ديالهم فيهم كي الم كثير شديد وحمرار، وفي لو لوندومان جاوا هاد الناس كاملين للمستشفى وعندهم نفس المشكل. اذا المستشفى كانت اول حاجه دارتها واللي خصها نورمالمون تكون هما انهم شدوا هاد الناس عندهم، وبداو كيعطيوهم يعني ادويه، بعض الادويه تقطيرات اللي في الاول كانوا عطاوها لهم كيعطيوهم هما، كتمدهم المستشفى بهاد التقاطر. ولكن اللي خصنا نعرفه ويعرف الراي العام بان وزير الصحه والمسؤولين عن 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 هاد القطاع بان هاد الناس راه كيشريو الدواء ديالهم من عندهم ومن فلوسهم من جيوبهم كيشريو، ومنين بقات اون سيمين هما تيداويهم تيقطروا ليهم تيديروا لهم الحقن تيديروا لهم هذا، ما كاينه حتى شي نتيجه. من بعد ما دازت هذه المده كامله كيف كتعرفوا بان المساله وصلت للراي العام، وصلت بالتاكيد. ومن هنا كنبغي نشكر بزاف وكيل جلاله الملك ان شاء الله الحمد لله اللي هو كانت تعطاته الشكايه للثلاثاء الفايت يعني في جوكوا لو 3-9 ودار الخدمه ديالته تو دو سويت، لان الفرقه الوطنيه لو لوندوما ولا يمكن في لو جور ميم جاو وتواصلوا مع هاد المصابين كاملين، وحتى اللي ما كاينينش في المستشفى راهم عيطوا ليهم باش يجي وخداو الاقوال ديالهم، وراه البحث متواصل. ومشكورين الفرقه الوطنيه ومشكور الوكيل صاحب الجلاله الله ينصرو. اذا هاد الناس راه ما كاينه حتى شي نتيجه. ملي كتهضر مع هاد الناس المسؤولين هنا الاطباء تيقول لك راه حنا باقيين ساريين في البحث، هاد البحث راه صافي دابا تقريبا اليوم نوصوم لو 11 غادي يكون تقريبا شهر، مازال ما كاين حتى شي نتيجه. وهما في الاسبوع الاول ولا في ديك العشر ايام الاولى منين شافوا بان الناس فريمون راه كاين مشكل عندهم حاولوا انهم يخرجوهم، حاولوا انهم يخرجوهم، الناس رفضوا باش يخرجوا. من هنا تنشكر حتى الحارس العام اللي الله يجازيه بخير كان له الفضل بانه امتنع ومنع الاداره باش هاد الناس يخرجوا، كنشكرو بزاف. لان حنا الحقيقه خصها تقال، ما نبخسوش الاعمال ديال الناس اللي كيخدموا هاد البلاد الله يجازيهم بخير. ولكن المسؤولين عن هاد الحادث وعن هاد الامر لحد الان ما عطاو حتى شي جواب، البحث ديالهم كيقول لك مستمر ولكن الفوقاش الله اعلم. ودابا راه منين وصل كان الذكرى المولد النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا بانهم يخرجوا الناس كاملين مجموعين، وقالوا لهم سيروا لديركم بوندون هاد لي 5 جوغ ومن بعد عاد اجيو داويو. واش المرض كيتسنى؟ واش المرض كياخذ العطله؟ واش المستشفى كي خصها تسد الابواب ديالها في 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 وجه المرضى؟ هذا سؤال. دونك الناس رفضوا باش يخرجوا، ولكن ديغنييغمون راه كاينين بعض الناس اللي خرجوا واخا انهم طالبوهم باش يعطيهم تقرير طبي، اكتفوا تو سامبلومون عطاوهم البيت سورتي وقالوا لهم بقاو تجيو باش تبعوا سميتو البروتوكول ديالهم. ونقول بان ديك المره قالوا لهم بان البروتوكول ديال المستشفى راه انتهى، ما بقى حتى شي حاجه ما عندهم يديروها لهم. اذا كانهم بغاو اوبليجيو لي جون باش يخرجوا، قال لهم حنا راه ما غنبقاو نديروا لكم حتى شي حاجه لان البروتوكول اللي عندنا راه حنا كله درناه. دونك منين رفضوا عاوتاني هاد الناس مع غوزمون بانهم راه باقين تيقطروا لهم وباقين تيضربوا لهم لي باري وباقين تيديروا لهم لي غاديو سوا ديزون وداكشي كامل، ولكن تقرير طبي ونسبه العج عند كل مريض راه ما كاينش. وغير بغيت عاوتاني ننبه الراي العام بان لان كاين بعض المنابر الله يهديهم اللي بدون لقاء مع هاد المصابين ولا العائلات ديالهم كيكتبوا كيقولوا بانهم سوسون دي ديابيتيك، وتيشرحوا بان هذا الشيء اللي وقع لهم هي حاله طبيه يعني عاديه عند مرضى السكري. لا الناس ماشي كلهم عندهم سون باتوس ديابيتيك، كاين اللي عنده غير ضعف البصر وكيدير بهاد الحقنه باش مسكين يبقى داك الضعف داك شويه تاع البصر اللي كاين عنده يبقى يحافظ عليه. سورتو هاد السيد اللي انا تنهضر عليهم من العائله ديالنا هو سائق
طاكسي، وهاد السيد راه من لو 19 ولا افون وهو ما خدامش. يعني خاص الانسان، خصنا نراعيو الظروف الماديه والاجتماعيه ديال هاد الناس كاملين، والزوجه ديالو اللي مقابله، لانهم العائلات هما اللي كيقابلوا هاد الناس. كل واحد كتجي العائله ديالو، يا مراتو يا باه يا خوه يا مو يا اختو، خلاو العائلات ديالهم، خلاو ولادهم. وانا تنهضر على هاد السيد، يعني دابا اصبح محروم، ما عندوش حتى شي دخل، ما عنده ولو دخل هاد المده كامله، عنده الله وعنده الناس وعنده الوالدين ديالو وخوتو، ولكن راه هاد الوضع ما يمكنلوش يستمر. بزاف عندهم وليد كيقرا، هما دابا ما مهتمينش بيه. ماما الله يشافيها، راه مسكينه مقابله راجلها وهي عندها مرض السرطان، الله يشافيها. وميم طون كدير هي العلاجات ديالها، وميم طون راه مقابله راجلها، الله يكون في العون. راه واحد الحاله مزريه فين عايشين، لا هاد الناس اللي فقدوا البصر ولا العائلات ديالهم. نتمنى بان توجد الحل. الفرقه الوطنيه راه كدير خدمتها، وكيل جلاله الملك عطى التعليمات ديالو باش هاد الملف ياخذ الحق ديالو. حنا انا 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 شخصيا والناس كاملين اللي كاينين هنا، واش المسؤول الاول اللي المسؤول على المستشفيات ديال الدار البيضاء الكبرى هو المندوب ديال الوزاره الصحه. المندوب ما كاينش ليه الحس ديالو، ما كاينش، ما جاش، ما شفناش، ما شافو حتى شي واحد. يعني وزير الصحه حتى هو خصو يتحرك شويه، الله يخليك وزير الصحه، لان راه مهزله كنعيشوها في المستشفيات المغربيه، وبالخصوص المستشفيات ديال الدار البيضاء الكبرى، يا حسره اللي كيجيو ليها الناس من كل مدينه ومن كل بلاصه.